اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه مع الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ عبد الحكيم ابو علم اللي بينورنا كل يوم اثنين في برنامج الترند. استاذ عبد الحكيم منور الدنيا. الله يكرمك يا محمد، انا بكون سعيد معاك ونتمنى ان احنا نقدم حاجه تكون يعني فيها على الاقل فايده للناس، مش زي اللي احنا بنشوفه في الوسط في الايام الاخيره في بعض وسائل الاعلام وبعض منصات الاعلام. الناس يعني على الاقل حتى ما كانتش مثلا تستفيد تبقى بتقدم ماده صحيحه، تبقى صوره كويسه عن الاعلام. اكيد احنا محتاجين نتكلم في الكوره، وبنتكلم في تفاصيل مهمه جدا على المستوى الفني وعلى المستوى المهني كمان كاخبار بتتداول في المواقع الرياضيه ومن خلال الصحف، ولكن عايز ابدا معاه من اتجاه السوشيال ميديا. هي السوشيال ميديا بقت فيها شحن كبير قوي واخبار مفبركه وسكرينات ممكن تكون مفبركه، شايف المشهد ده ازاي؟ وانت ناقد رياضي اكيد مهتم جدا بالعمل الاعلامي والمهني وتاثير السوشيال ميديا على الكلام ده. تصدق فعلا دي قضيه خطيره جدا. يعني انا عايز اقول لك مثلا اني يعني بالنسبه لي متفاجئ من طرح الموضوع، بس انا عايز اقول لك على حاجه. مثلا احنا بنحاسب لعيبه الكوره على كل همسه ولمسه، واحنا اكتر ناس بننتقد لعيبه الكوره على ان في بعض الناس مثلا مش مدركه ان هي مثلا في كيان كبير او لاعب او اتنين، يعني بتحاسبه على التصرف، ممكن يكون حاضر مناسبه وبتاع، وده على فكره حق طبيعي للجمهور وحق لاي حد. بس انت في نفس الوقت هو لعيب الكوره في الاول وفي الاخر ده بني ادم انسان. طب انا عايزك تتخيل انت لو ضربت سكرين او عملت سكرين مثلا للاعب ان هو بصوره تيشيرت الزمالك والاجواء مشتعله وان دي منزلها على صفحته، انت متخيل مثلا لو في جمهور تاني يا محمد من النوعيه اللي هي متحمسه زياده عن لازم لفرقتها وشايفه انتماء اللاعب، وقابلت اللاعب في مطعم مع اسرته، وقابلته في اي مكان موجود فيه، وحصل موقف مش حلو نتيجه سكرين انت ضربتها او عملتها حتى على السوشيال ميديا، فانت هنا ازاي تظبط الموضوع ده وازاي تقفله؟ انت الاربع ايام، خلينا نتكلم بوضوح شديد جدا من غير ما نزوق الكلام. امام عاشور اخر يومين ثلاثه اتضربت كم سكرينات عليه وعلى محمد الشناوي على لعيبه مثلا، بس خلينا نتكلم على ان كان في واقع. انا عايزك تتخيل لو في بني ادم عادي، يعني انسان عادي ما عندوش ادراك لان معظم الحاجات دي اغلبها فيك، وقابل امام عاشور في مطعم ويقول له انت منزل صوره الزمالك وبتاع، راجل كان مع عاشورته بيتعشى في اي مكان يعني عادي، وحصلت مشكله وحصل اعتداء حصل ضرب، واقع الكلام اللي انت بتعمله ده على اللاعب شكله ايه؟ طب احنا وصلنا لمرحله احنا بنحاسب اللعيبه وده حقك، لكن انت نحمي اللعيبه. ما هو ده على فكره الاتحاد الدولي لكره القدم في كل بطوله، وارجع كده للبطولات الكبيره، بيعمل منصه اسمها اللي مش عارف، انا مش فاكر المسمى بتاعها، بس ما معناه انت بتحمي اللعيبه من الاهانه او العنصريه او لا اللي هو اللي جوه يعني في وسائل التواصل الاجتماعي، ودي كانت اخر حاجه في كاس العالم للسيدات اللي اتلعبت في المكسيك على ما اتذكر، كاس العالم للسيدات كان فيها الموضوع ده، في منصه عبر مواقع التواصل الاجتماعي انك بتحمي اللعيبه من اللي بيحصل لهم على وسائل التواصل الاجتماعي، اي اهانه اي حاجه من الكلام ده كله. فبالتالي امتى احنا نطبق الكلام ده؟ واحنا كمان دلوقتي عندنا مجلس اعلى لتنظيم الاعلام، انا مش عارف الكلام ده يدخل ضمن دوره ولا لا، نتمنى، لان الوزير السابق خالد عبد العزيز ده هو راجل رياضي في الاساس وهو يعني فاهم وعارف، يعني بنبارك له بالمناسبه لانه بصراحه شخصيه عظيمه ويستاهل كل خير، ونتمنى له التوفيق في المهمه الصعبه دي الفتره الجايه. وهو كان وزير الرياضه، وزير شباب ورياضه، وعارف كويس جدا اللي يتعرض ليه اللعيبه، ومدرك حجم اللي احنا بنتكلم فيه بالظبط، ان انت دور مهم جدا الحاجات دي تواجهها ازاي. انا عارف ان هي صعبه ومعضله كبيره جدا في ظل توغل عالم السوشيال ميديا، بس خد بالك ضررها في الحته دي ممكن يؤدي ان انت تصحى في يوم من الايام على كارثه. في ناس متعصبه جدا للكوره ومتعصبه جدا لانديتها، فانت لو في ضربه سكرين او اتعمل حاجه ضد لاعب معين وحد قابله في مكان ما وحصل اعتداء وحصل مشكله بلاش دي، انت ممكن بتاخد وقت قد ايه من المسؤولين عن الكوره؟ يعني مثلا لو سكرينات اتضربت لاي لاعب، المدير الرياضي يشتغل ومدير الكوره يشتغل يتحقق من كده، انت بتاخد وقت كبير جدا. هل احنا عندنا اليه ان احنا نحد من الموضوع ده نعرف نواجهه؟ نتمنى يكون في اليات معينه على المستوى القانوني طبعا فيه، وعلى مستوى الاعلام الرياضي يكون في حاجات تواجه. طيب الكلام ده، هل السوشيال ميديا وتناولها لكل ما يدور داخل النادي الاهلي بشكل مكثف حتى لو في امور سلبيه بتاثر بالسلب على المنظومه وعلى اللعيبه وعلى الجهاز الفني؟ بص لانك انت على تواصل دايما مع الاجهزه الفنيه او اللاعبين، يعني انا بقول لك الكلمه دي ليه؟ لان اللعيبه بتشتكي من الموضوع ده. بتشتكي طبعا. بص اللي يقول لك ما بشوفش وما بتاثرش ده يبقى عالم في عالم مغيب. السوشيال ميديا دلوقتي بقت حاجات من الحاجات الضروريه في الحياه، هي لها ايجابيات كتيره بس سلبياتها دلوقتي في الوضع العام اللي انت فيه فيها سلبيات كتيره، خصوصا ان بقول لك البعض بيدس على، يعني انا نفسي شايف وراصد الكلام ده بحكم شغلي، ان في حمله مضاده ضد عدد من لاعبي النادي الاهلي. حمله طبعا. انت لما تيجي تشوف مثلا امام عاشور واللي بيحصل معاه، بص انا هنا مش بقيم موقف امام عاشور والازمه اللي حصلت، انا ماليش دعوه بالموضوع ده. انا بتكلم تبعيات هذا الامر. انت كل يوم بتلاقي 3 4 5 سكرينات على حساب امام عاشور في الانستجرام
مضروبين. ايه الصوره اللي انت عايز تبنيها؟ الصوره دي خد بالك انت بتصدر اكاذيب لحد ما في يوم من الايام مع الوقت تتصدر صوره، سيبك من امام على اي لاعب، ان اللاعب ده سلبي، ان اللاعب ده تبتدي تكره عند جماهير النادي الاهلي، تبتدي ترسم له صوره ذهنيه مش حلوه. خد بالك ده دي جزء من الحرب النفسيه بالظبط، ممكن ناس او انديه تستخدمها، بتكون صوره ذهنيه لو انت شايفها ايجابيه بيخليك سلبيه. هرجع لك لحاجه بس بسيطه جدا معلش في دقيقه. فاكر ماتش 3-1 بتاع الترجي التونسي اللي الاهلي كسبه في نهائي دوري الابطال اللي كان هنا؟ فاكر السكرين الجواب اللي طلع المضروب ان الحكم خد فلوس من الشركه الراعيه؟ فاكر طبعا. فاكر ساعتها ده كان برعايه مقدم برنامج دلوقتي منتشر ومتواجد، ويمكن اللي عمل كده منتشر في البرامج القصه دي اتاخد عليها قرارات وابتدت بقى وتحصل شحن في تونس والكلام ده كله. بعد سنه شوف الواقع خدت صدى قد ايه. بعد سنه اصدر الكاف وبرا الحكم الجزائري وقال مفيش حاجه من الكلام ده كله والكلام ده كله ورجع يتمرن. هو اتوقف فنيا، اتوقف فنيا. هل شفت حد اعتذر؟ لا، ومن غير الاعتذار يعني زي ما بيقول انت في القضاء يقول لك على حجم اللي دينا تنزل توضيح بنفس المساحه. ايام كان الصحافه القديمه المحترمه اللي احنا كنا بنعرفها، هل حد برا ساحه الحكم وقال ان كل الوقائع دي كانت من اختلاق ناس معينه؟ هل اللي عمل كده اعتذر اصلا للنادي الاهلي؟ حلو، ده بالعكس اتكرم وابتدى يقدم وينتشر وانت خسرت بطوله بفعل فعل. بس دي مش بس انا بقول لك اللي هي الصوره الذهنيه اللي اتكونت لمده سنه ان حصل كذا 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 كذا. لما القصه خلصت واتضح ان النادي الاهلي بريء منها واتضح ان الحكم مش ما فيش الكلام ده كله، هل حد طلع قال كان نفس القصه؟ انت بتعمل صوره ذهنيه على اللعيبه، يعني صوره ذهنيه على امام عاشور، صوره ذهنيه على محمد الشناوي، صوره ذهنيه على مصطفى شيبو، صوره ذهنيه على مش عارف مين، صوره ذهنيه على حسين الشحات، صوره ذهنيه على محمود عبد المنعم كهربا. وفي نفس الوقت انا بقول الكلام ده اللاعب عليه ان يدرك انه لاعب كره قدم شهير عليه قيود. بس هتعمل ايه؟ انت بتشتغل في مصر، ما محمد صلاح زيك ووصل للمستوى غير عادي، لكن في نفس الوقت ما ينفعش ان انا اقفل عليهم كل حاجه. احنا شفنا محمد صلاح في الشوارع عادي، الدنيا الناس بتحترم الخصوصيات، ما ينفعش ان انا اضرب الكلام ده كله. اتمنى ان يبقى عندنا اليه نوصل للمرحله دي، عشان انت هتخسر نجوم ممكن تبقى كوادر رياضيه على المدى القريب او البعيد بالصوره الذهنيه اللي بتتصنع عليهم وبتبتدي تصدق واحده واحده. والمصيبه الكبرى يا استاذ محمد ان احنا وسائل الاعلام بدل ما هي اللي بتوجه السوشيال ميديا بقت السوشيال ميديا هي اللي بتحرك للاسف الاعلام للأسف. ودي ده خلط. عشان كده بقول لك اتمنى من الوزير خالد عبد العزيز، هو انا عارف الحته بعيده بس اتمنى الحته دي تكون موجوده في حساباته. اكيد. طيب وانت بتتكلم على امام عاشور واللعيبه والشناوي، امام عاشور النهارده شارك في التدريبات وانا عارف كانت في اخبار كتير غلط، واحنا هنا لما اعلنا ان عقوبه امام عاشور 1,000,000 جنيه ما دخلناش في قصه التدريب، لان كان القرار وقتها قرار فني مع مارسيل كولر بالاشتراك مع الكابتن محمد رمضان. النهارده اللاعب نازل في التدريبات، تفاصيل عودته للتدريبات، امكانيه سفره الى جنوب افريقيا للمشاركه مع الفريق في ماتش اورلاندو بايرتس، وسام ابو علي، اشرف داري، لو عندك تفاصيل في الجزئيه دي برضو الجمهور محتاج يسمعها منك. طيب انا خليني بس اتكلم في اول في موضوع امام عاشور. ما هو تعريفك للخطا في كره القدم؟ خطا لاعب او اي حد، لاعب اخطا عوقب، نفذ العقوبه والتزم بالعقوبه، مش ده اللي احنا اتعلمناه ولا عرفناه؟ واعتذر. اوكي. طيب امام عاشور اخطا، اخطا وانت اعلنت وقعت عقوبه كبيره جدا. بالظبط. حلو. اللاعب التزم ولا ما التزمش؟ اتدرب فردي وبعد كده اتدرب في تدريب المستبعدين وبعد كده نزل تدريبات. طيب اللاعب اعتذر بشكل رسمي وجوه غرف الملابس النهارده، اعتذر للجهاز الفني ولزمايله. ايه المطلوب اكتر من كده ان انا اذبحه؟ يعني المفروض ان انا اقدمه مثلا في النادي واذبحه؟ وانا هنا مش بقيم الغلط، انا بتكلم على المعالجه بتاعت الموضوع، ان احنا الموضوع لازم نحطه في الاطار الطبيعي. ارجع كده احمد حسام ميدو وديدي دروجبا واللاعب اللي كان لما اتخانق وقال لك ده سحب عليا مش عارف مين، يعني دي في اعتى انديه العالم بتحصل، وبرغم كده القصه عباره عن اعتراض غلط. بس انا احب اتمنى نحط الخطا في اطاره الصحيح، بمعنى خطا وحسن. ابراهيموفيتش على فكره، ابراهيموفيتش الخطا يتحط ده ياما الاثنين كانوا في معركه. ما انا بتكلم بس خد بالك برضه، انت في الاول وفي الاخر كره القدم اوضه اللبس دي ايه؟ لو انت عندك بيت عند 5-6 افراد هتلاقي الكلام ده موجود فيه، فانت ما تزودش الخطا. خلاص اللاعب اعتذر وخلص. امام عاشور معلومه من الاخبار ان الموضوع اتقفل، فرص وجوده يرجع للقرار الفني. مارسيل كولر عايزه موجود معاه، هو جاهز، مش عايزه ده حريه شخصيه برضه بالنسبه له هو طبقا لقناعاته الفنيه انت لازم تحترمها، زي مثلا استبعاده لمحمد الشناوي هو قرار فني. اتفاق مش اتفاق دي مش بتاعت مش بص يعني اللي انا اعرفه، احنا كنا زمان مش زمان قوي من سنتين كنا بنطالب اداره النادي الاهلي وانا واحد منهم نتعاقد مع حارس مرمى تاني. مظبوط. انت دلوقتي عندك 4 حراس مرمى كلهم افضل من بعض، كلهم افضل من بعض. فانت بدل ما تقول شابوه للخطه بتاعت النادي الاهلي، لا انت بدأت تبدا حرب نفسيه بالمين؟ ما تدخل حمزه علاء معاهم. طيب بالمره حمزه علاء التاني راجل كان حارس مرمى المنتخب الاولمبي. بالظبط. ما تدخله في الحرب الثالث بالمره، الراجل عايز كذا. اللي اقصده ان ايه؟
ان امام عاشور جاهز، الجهاز الفني هو صاحب القرار اكيد، وسام ابو علي هينزل تدريب يوم الاربعاء، يوم الاربعاء الصبح، الاربعاء الصبح. اشرف داري شارك النهارده في التدريب كاملا، وعلى فكره هو كان شارك الايام اللي عدت في تدريب المستوعبين، شارك من يومين تدريب بشكل تدريجي. القرار بيبقى بشكل فني، بس من خلال متابعتنا لمارسيل كولر ومن خلال معرفتنا ليه بحكم شغلنا، اشرف داري صعب ان يبقى موجود في اورلاندو بايرتس طبقا لتفكيره. مارسيل كولر لاعب جاي لك من غياب ثلاث اسابيع او شهر، حتى لو اتمرن تدريبين او ثلاثه صعب انه يكون موجود معاك كاساسي، بس انه يكون موجود معاك كبدايه دكه بدايه كويس جدا. انت كده كده ياسر وربيع موجودين، وسام ابو علي برضه ممكن ياخده عشان يعيشوا الاجواء عشان يجهزوا الانتر كونتيننتال، لكن وسام ابو علي ان شاء الله باذن الله يكون موجود يوم الاربعاء. امام عاشور هو قرار فني بحت، موجود او مش موجود، لكن هو دلوقتي موجود والنهارده ظهر بشكل جيد جدا على فكره. طب كويس جدا، ودي كلها اخبار مبشره، الهنا الاستاذ عبد الحكيم ابو عالم. طيب بمناسبه الانتر كونتيننتال، ما تيجي نعمل اطلاله كده سريعه على المواجهه المنتظره ما بين باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو. ما الناس بتزعل يا استاذ محمد. البرازيلي والكسبان وما يلعب الاهلي. طب ما الناس بتزعل. لا الناس تزعل ليه بس؟ ما خلينا نتكلم احنا في الحاجات الاهم، لان انا عارف الناس اللي بتزعل دي ممكن ما بتبقاش قادره تعيش الاجواء دي. معايا ومعاكم دلوقتي على الهواء مباشره الكابتن احمد عبده المعلق الرياضي، واللي كان بيمتعنا في تعليقه على نهائي كوبا ليبرتادوريس بين اتلتيكو مينيرو مع بوتافوجو البرازيلي، مباراه كانت حاميه الوطيس زي ما بيقولوا من اول ثانيه. كابتن احمد مساء الفل، تحياتي ليك وتحياتي للاستاذ عبد الحكيم ابو علم. تحياتي ليك استاذ محمد، وحشني جدا. الله يسلمك. تحياتي للاستاذ عبد الحكيم وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، ومنورين الدنيا. اهلا بيك يا استاذ احمد، وفرصه كويسه النهارده. يعني لو هنتكلم على مواجهه باتشوكا مع بوتافوجو والمفاجاه نتيجة ان الفريق مطرود منه لعيب قدر يكسب اتلتيكو مينيرو 3-1، الاجواء دي وانت بتعلق على المباراة والمعلومات المتوفرة لديك قبل ما الفرق دي تواجه الاهلي ان شاء الله يوم 14 ديسمبر على ملعب 974؟ طيب بكرر التحية ليك مرة اخرى. اهلا بيك. الفريق ده محمد من 4 سنين كان هبط لدوري الدرجة الثانية، ورجع المشروع. انت عارف انه الانديه في البرازيل بقت شركات مساهمه، فدخل ملياردير امريكي وعنده برضه نادي اولمبيك ليون اللي هو جون تكستر، واستثمر اموال كثيره جدا. يمكن اثناء تعليق لو سمعت انه اغلى صفقه في تاريخ الانديه البرازيليه كلها تياجو المادا الارجنتيني اللي هو هيروح ليون فيما بعد. ده تقريبا كلفهم 30 مليون بس رسم انتقال للنادي الامريكي اللي كان بيملك عقده، بالاضافه طبعا لاستحضار افضل المدربين. لو نظرنا يمكن لو تفتكر اول مره كان الاهلي عمل معسكر في البرتغال سنه 2001 لما مستر مانويل كان تولى مسؤوليه تدريب الفريق. في الموسم ده في الدوري البرتغالي كان تقريبا في 3 أو 2 مدربين برازيليين، وكان دايما كل موسم يكون في 2 برازيليين في الدوري البرتغالي. حاليا في اخر 5 سنين تقريبا 30 مدرب برتغالي اشتغل في البرازيل، منهم اسماء انت عارفها، جيزوالدو فريرا اشتغل مع سانتوس، جورجي جيزو اشتغل مع فلامينجو وكسب الليبرتادوريس، بيل فريرا واخد في خلال سنتين 10 بطولات مع بالميراس منهم 2 ليبرتادوريس. اوكي. حاليا ارتور جورجي اللي تعاقد معاه جون تكستور، وقبل كده برونو لاجي مدرب بنفيكا ومدرب ولفرهامبتون، باولو سوزا برضه اشتغل، فيترو ليفيرا. فاسماء تقريبا 30 مدرب في اخر 5 سنين، ده معناه نجاح هائل للمدربين دول. طب ليه هم ناجحين؟ هل بسبب الدراسه؟ يعني المدرب البرتغالي دايما مؤهل كويس في السنوات الاخيره، في اخر 20 سنه قلت لك انه الاتحاد البرتغالي عمل دورات حقيقيه وليست حاجات كوموفلاش يعني. بالظبط. لان طيب، في فرق بين الدورات الحقيقيه والتدريب الحقيقي والكورسات الحقيقيه، وفي فرق بين التدريب اللي هو يعني طيب تحضر وكانك اروح معاك بقى لجزئيه الفرقتين نفسهم اللي هيلعبوا بعض يوم 11 ديسمبر في قطر. الفرقتين انت شايف مواجهه سهله لبوتافوجو، ولا باتشوكا ممكن يعمل مفاجاه ويكسب ويتاهل لمواجهه الاهلي بعد المستوى اللي شفناه في مباراه اتلتيكو مينيرو؟ بص، في المحافل دي، في البطولات دي دايما ما فيش افضليه لفريق على فريق، يعني خصوصا الكره اللاتينيه كلها بتعتمد على القوه، كلها بتعتمد على اللياقه البدنيه. يعني انت لما سالتني الفريق انطرد منه واحد في اول 30 ثانيه، طب ازاي الفريق ده استحمل
الوقت الاصلي للمباراه واستحمل الوقت المحتسب بدل من ضايع وهو بيلعب من صوت من احد لاعبيه. لازم تبص للاعداد البدني الرهيب للفريق، الفريق معد بدنيا انه يلعب حتى لو ناقص من 2 لعيبه، بدنيا اقوياء جدا، سرعة جدا، حتى وهم منقوص منهم لاعب هم اقوى في الالتحامات واقوى أكيد. في السرعه واقوى في من اتلتيكو مينيرو اللي فيهم نجوم، فريق نجوم برضو اتلتيكو مينيرو على فكره، الفريقين من افضل الفرق في البرازيل السنه دي يعني. لكن اتلتيكو مينيرو مشكلته ان هو تراجع، غير فيليب سكولاري وميليتو، فحتى في مش هيلعبوا في الليبرتادوريس الموسم اللي جاي يعني، الخساره بالنسبه لهم كانت كارثيه لانه هم غير مرشحين من الدوري للبطوله. لكن لما بتتكلم عن البطوله دي، طب باتشوكا على فكره احسن مركز 16 في الدوري وما تاهلش للادوار الاقصائيه غير نكسيكي مثلا، اكيد واخد بالك، لكنه يبقى بطل الكونكاكاف ويبقى لدي برضه اسماء منهم سولومون روندون ده اللي كان يلعب في نيوكاسل يونايتد، مهاجمهم كان يلعب في ايفرتون سولومون روندون، وويست بروم تشيلسي لعب مع احمد حجازي في ويست بروم. في غير كده انه بوتافوجو تركيزه حاليا على الدوري لانه ما فازش بالدوري من سنه 95، هو عنده 2 دوري في تاريخه، دوري الستينات ودوري في التسعينات، لانه في الستينات تم اعتبار بطولات الكاس كانها مساويه للدوري، فبالتالي عنده لقبين بس، فكان قريب جدا انه يفوز الدوري السنه اللي فاتت، لكن لما سابهم لويس كاسترو راح النصر السعودي مستواهم تراجع وخسروا في الامتار الاخيره، بالرغم انهم كانوا فارقين بفارق نقاط اكيد اكيد. كابتن احمد المستوى ده لا ما تقدرش تحكم مين ليه الافضليه، مين ليه الافضليه. انا بشكرك شكرا جزيلا، للاسف يمكن وقت الحلقه ضيق جدا، لكن اكيد هيبقى في اتصالات ثانيه ومناقشات مهمه جدا في الايام القادمه مع قرب موعد المباريات لما الفريق يسافر قطر ان شاء الله يوم 10 ديسمبر. شكرا جزيلا كابتن احمد عبده المعلق الرياضي، قال كلام مهم جدا، قال لك شاريه لعيب ب 30 مليون يورو والبطوله جاهزتها 23 مليون يورو، وانت هنا في مصر دوري الابطال 4 مليون دولار. طبعا كلام كتير هنقوله جداً. بس طبعا. اخرج لفاصل. طب هو باتشوكو ولا باتشيكو؟ باتشوكا. استاذ حكيم لازم يدي واحد على الهواء. نخرج الى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الاخير في الفقره الحواريه مع الاستاذ عبد الحكيم ابو علم. الوقت بيجري معاك بسرعه جدا والوقت ممتع جدا معاك في التفاصيل بنتكلم فيها، بس هسالك اسئله سريعه. ماتش الاهلي يوم 10 ديسمبر في كاس الرابطه هيتلعب ولا هيتاجل؟ ولا ايه اللي هيحصل مع الرابطه في الايام اللي جايه؟ لازم يتاجل طبعا، انت بتتكلم ان هلعب الاهلي هيلعب يوم 7، هيجي يوم 8 الصبح، الماتش اتحط يوم 10، والمفروض الاهلي يسافر في نفس اليوم عشان يلعب نص نهائي الانتر كونتيننتال، وبعد كده هنا الحته دي بس لائحه العقوبات اللي معموله بتاعت كاس الرابطه دي اعلى من لائحه عقوبات اتحاد الكوره كاس مصر، اعلى من عقوبات الدوري نفسها كمان، الدوري كمان يعني انت بتتكلم ان النادي ما لقاش 5 مليون جنيه، فلا يعني اتمنى ان في يعني في اعاده هيكله للكيانات الموازيه دي تدخل ترجع تاني تحت نطاق اتحاد الكوره، يبقى في تنظيم لكاس الرابطه. انت ما استغربتش من الميعاد نفسه؟ ما هم عارفين الاهلي راجع من جنوب افريقيا 8، ما هو مسافر 10، ما هو دي حته تبين لك ان في نيه ان انت مش عايزك تلعب البطوله. ليه بالعكس، ده الاهلي المفروض اسمه ومكانته والاعلانات والقيمه التسويقيه من مصلحته ان الاهلي يكون موجود. انت عندك مساحات كبيره جدا الموسم ده، السنه دي موسم استثنائي، ما تلعبوا في اي وقت تاني، ليه حط يوم 10؟ هو الغريب وليه بدل مسابقه بدري السنه دي؟ هو الغريب ان الجوله الثانيه في مارس 2025. طيب يبقى انت عندك وقت طويل جدا انك تلعب فيه، واحد يقول لك الاهلي يلعب الصف الثاني، فين الصف الثاني؟ بطوله 2005 بتاعت الصف الثاني بتاعت الفريق كانت موقوفه بقى لها شهر ونص بسبب منتخب ميكالي، فانت هترجع بماتشات مضغوطه، فبالتالي ما فيش وقت انك تلعب فريق منهم يلعب معاك في كاس الرابطه. طيب التحكيم ومشاكل التحكيم وللاسف اخطاء بتؤثر في نتائج المباريات. هو كل عقل امبارح اقر ان الاهلي ليه ضربه جزاء وليه هدف صحيح، وانت اتكلمت في الانترو كل سنة. عندي سؤال للناس اللي هم المفروض بيقدموا نفسهم كرؤساء لجنه التحكيم، وانا هتكلم بالاسماء الكابتن رضا البلتاج والكابتن جهاد جريش. امبارح طالعين انتوا الاثنين في شاشه تلفزيون واحده وطالعين ورا بعض، واحد فيكم يقول على ضربه الجزاء دي مش ضربه جزاء والجون جون، يعني اللي هو ايه يقر بواحده ويطنش واحده، اللي بعده على طول يروح قايل العكس بتاع التاني، دي مش ضربه. طب الصوره اللي لو انا كبني ادم مشاهد بس بسمعكم هقول انا ازاي بعد كده وانت جيت رئيس لجنه حكام اصدقكم؟ يعني كابتن انت كابتن جهاد جريش الاثنين كل واحد بيقدم نفسه رئيس لجنه حكام. طب انت واحد فيكم جه في يوم لما صدقكم ازاي وانتوا الاثنين بتقولوا كلام عكس بعض في لعبه كره قدم واضحه للاعمى؟ الراي متضارب قصدك. والصوره انت لو واحد قاعد قدام التلفزيون بيتفرج عليك دلوقتي وقلت اثنين واحد بيقول حاجه والتاني بيقول عكسها في واقعتين مع بعض، دي كارثه، وفي نفس المكان والاثنين ورا بعض.
ما فيش اصبص ما تقوليش خلاف على احنا مش بنتكلم مثلا بتقول لك بقول لك اصل جدي انت تقول لي ما جدتش دي كوره واضحه للعالم مش محتاجه اصلا الكلام اللي انت بتتكلم فيه ده ممكن تقول مش ضربه انتوا الاثنين تتفقوا مش ضربه جزاء ارجع له الجروب اللي كنت فيه في الاول الجروب اللي كان فيه في الاول ارجع له الجروب قال انا كنت تتفقوا بتقولوا وبعد كده تطلعوا تقولوا انتوا كلكم على شباب شكلها حلو والطف طيب انا عندي ملف تاني بس الوقت الحاله للاسف مش هيسعفنا نتكلم فيه ملف رخص الانديه المحترفه ده هنأجله للاسبوع اللي جاي لان ملف مهم جدا انت عندك تفصيله فيه سريعه قبل ما انا عندي ان الاتحاد الاوروبي عشان يطبق الموضوع ده خد من 2011 لحد 2015 هنبتدي ياخده بشكل تدريجي احنا عشان نطبقه في مصر هيقعد كام سنه ده اذا طبقناه اصلا يعني انت عشان المفروض تبدا دلوقتي اعتقد ان المهندس هاني ابو ريده وزير الشباب رياضه ليه دور في الموضوع ده لان انت خد بالك حتى لو اتحاد الكوره كان صلاحيته كبيره في انديه بره اختصاصاته او ميزانيتها بره حساباته اكيد فبالتالي أكيد. لازم وزاره الرياضه تشتغل مع اتحاد الكوره لتطبيق الملف ده رخص الانديه المحترفه مبدا اللعب المالي النظيف الرخص بتتاخد طبقا للقواعد والقوانين ولا لا هل الاتحاد رقيب ولا لا هل الميزانيات معروف مصدر دخلها ولا لا ملف كبير جدا ايوه استاذ محمد زعلت من مشاطع كلامك عشان وقتنا بس انت ما ينفعش النادي يبقى بيصرف مليار و100 مليون جنيه في السنه واجمالي الانكم بتاعه الايرادات مثلا 100 مليون جنيه وتيجي تقول لي المفروض ينافس الاهلي المفروض انا بصرف على 19 20 لعبه وميزانيتي كسبانه 65 مليون فهنا المنافسه اللي انت كنت بتتكلم عليها مش موجوده على ارض الواقع لا ونعرف مصدر الدخل الفلوس دي جت منين اساسا مش واضح استاذ عبد الحكيم انا بشكرك نورتني وشرفتني الشرف لي يا استاذ محمد ربنا يخليك يعني الوقت كان سريع جدا واتكلمنا النهارده في ملفات كتيره اتكلمنا عن التصنيف شرحنا القواعد قبل ما تعلن بشكل رسمي واللي هتسمعوه في الساعات اللي جايه اتكلمنا عن حاله اللاعبين والجاهزيه والسفر الى اورلاندو بايرتس يوم الاربعاء تاكد سفر الكابتن حسام غالي رئيسا لبعثه فريق النادي الاهلي وتم الاعلان رسميا فتح باب الاشتراك لجماهير الاهلي في قطر في الفتره من 4 ل 19 ديسمبر لكل الجماهير المصريه والعربيه في قطر والسعوديه والامارات والكويت والبحرين وعمان النهارده حلقه فيها كواليس وتفاصيل كثيره جدا لكن بالتاكيد اكيد لسه مستمرين معاكم في الحلقات القادمه عندنا ملفات عندنا قضايا عندنا اخبار مهمه جدا لكن وقت الحلقه للاسف يعني مر بسرعه بشكر استاذ عبد الحكيم وبشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده والى اللقاء غدا في حلقه جديده من برنامج الترند شكرا والى اللقاء